السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل سوق ضراب بمحافظة أسوان معانا شوية نعاج لحمة يا جماعة لعشاق النعاج اللحم. حاية بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. لو عجبك الفيديو دي اشترك في القناة وصل على النبي في التعليقات ودوس لايك للفيديو. عايزين قناتنا تكبر يا جماعة على مستوى أسوان وعلى مستوى الجمهورية إن شاء الله كده، وخطوة خطوة كده بإذن الله احنا بنرفع لكم يعني جميع الانواع. بنصور لكم العيون الصغيره، بنصور لكم العيون الكبيره، بنصور لكم العيون الدائره، بنصور لكم الجاموس الوالد، الشبات الجاموس، بنصور لكم كل المواشي، بنصور لكم الجمال، بنصور لكم النعاج العشر، النعاج اللحم، النعاج الوالده، الخرفان، الاضحيه، كل حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم الكريم للمشاهد بس. اسم الكريم الحج عرفه بصراحه بصالح. ازيك يا حج عرفه؟ كل سنه وانتم طيبين. اسم الكريم يا غالي؟ حج احمد بصالح. ازيك يا عم احمد؟ الله يخليك. ازيك يا حج اسم الكريم؟ بسطاوي عبد الله. ازيك يا عم بسطاوي؟ الله يخليك. ايه معنا في العرض هنا بالصلاه على النبي يا حج؟ كلها دي نعاج لحم صح؟ كلها نعاج لحم. بسم الله ما شاء الله. السن تراوح من كام لكام يا حج؟ السن كاسر جوز أربعة. جوز وسادة واللي معاه الفرادي. أيوة. صح كده؟ بسم الله ما شاء الله. معنا كم حتة في العرض ده حق احمد؟ 31 حتة بالصلاة على النبي. كل السعر الحبل واحد؟ مثلا كله يمشي على 25. كله يمشي في واحدة ب 23 في واحدة ب 27 بقوا بخمسة. يبقوا كله على 25. يبقى كل الحبل 25 معانا. الله ينور عليك يا حاج. هذا يا جماعة قلت لي كم حتة حاج أحمد؟ 31 يا جماعة نعجة، 31 نعجة لحم. كله حبل واحد. كله حبل واحد. بسم الله ما شاء الله. ما تسمعوش يا جماعة الكلام دي، النعجة كلها لحم. كله لحم يا باشا، احنا واخدين من صاحب الحاجة قال لنا كلها النعاج لحم، والرأي بما يرضي الله، عشان في ناس بتشوف الكلام ده خال، ما ينفعش انت تكذبنا قدامهم. هذا يا جماعة 31 نعجة لحم. زي ما انتم شايفين. عرض بسم الله ما شاء الله تبارك الله. 31 نعجة. أنت عايز تصور يا معلم؟ إيه رأيك؟ تمام؟ تنزل في قناة المزرعة النهاردة. كل سنة طيب يا حبيبي. هذا يا جماعة 31، معلش يا جماعة يعني في واحد باي يحب يتصور ما نكسرش بخاطره، معلش. أنا عارف إن في ناس ما بتقدرش تصور حاجة غير المواشي. بس واحد جاي دخل كده اللي هو عايز يتصور بتجبر بخاطره، عشان ربنا يجبر بخاطرنا وخاطركم. كل سنة وأنتم طيبين. هذا يا جماعة 31 نعجة لحم. في السن السادس، وفي السن اللي معاه الفرادي، وفي اللي كاسر أربعة. لا لباني ما فيش، ما تكذبش أنا لسه مصورك. فيهم حاجة كاسرة جوزة حق أحمد؟ لا آخر حاجة أربعة. آخر حاجة أربعة، يعني في السادد وفي اللي معاه الفرادي يا جماعة، وفي اللي كاسر أربعة. ده آخر أول حاجة، أولنا الأربعة. واللي سادد سادد جديد يعني مش عجوز، سادد على الأول. سادد على الأول. نسيب رقم التليفون طبعا كبير. رقم التليفون بتاعك اللي هتصل عايز الحبل الواحد او عايز له مثلا 10، عايز له 15، عايز له واحده 011 527 888 9888. ملينا العلوان بالضبط، هنقوله اسوان. بعد اسوان كبومبو. ايه كبومبو منشية. قريه المنشيه الجديده. كل سنه وانت طيب يا حي حبيبي يا حي، نورتنا. هذا يا جماعه 31 نعجة عشر حبل واحد.